مثلا فيصل البدين والجهاز الإداري مثلا طارق كيال أو زكي الصالح، يعني الكل أخذ دوره وطلع بمسؤولياته كقائد، فبالتالي وجدت يعني كاريزما للاعب سعودي مختلف يرسم هدف ويسعى بكل ما أوتي من قوة وإمكانيات إلى تحقيق هذا الهدف. رأينا المنتخب السعودي من بداية التصفيات ويقدم نفسه بشكل رائع، يعني من مباراة إلى مباراة نجد ريتم فني تصاعدي من حيث المستوى ومن حيث النتيجة، حتى في المهمات الصعبة نجد اللاعب السعودي يعطي. يعني يمكن الفلسفة أو الشيء المختلف أنه المدرب مارفيك زرع فيهم الثقافة الأوروبية، أنه اللاعب مهما كان حتى وإن انخفضت مستوياته في ناديه قادر على أن يستعيد وهجه الفني من خلال المنتخب، وهذا اللي لاحظناه. محمد السهلاوي يمكن غائب في النصر، نايف هزازي، منصور الحربي، أسماء كبيرة يمكن بعيدة كانت تقبع على دكة الاحتياط في أنديتها، لكن مع المنتخب نجدها نجوم، وبالتالي هذا يسجل المدرب. فبالتالي صحيح أنه يمكن كل ممارسة الجلد بالنقد القاسي للاعبين تحت يعني وقع المال وثروه الاحتراف، يعني ترى هذه نتاج يعني ولاده الخسائر المتواليه للمنتخب وغيابه عن المنافسه. المنتخب السعودي الان ونجد منتخب يرفع الراس، منتخب مشرف، فبالتالي كل من اوجد هذا التغير الاداري والفني يستحق الثناء والإشادة. اللاعبين بصراحة جميل. اللي جلدناهم في مراحل سابقة نرفع لهم العقال تقديرا واحتراما ومحبة، لأنه مكانهم الطبيعي بين كبار كرة القدم في العالم. احنا نتفق، يمكن محمد قال انه كرة القدم تشهد الكثير من الوهن، لكن لو نجي نشاهد ما يصرف على كرة القدم السعودية وحجم الاهتمام الجماهيري والإعلامي ترى يختلف عما يحدث في استراليا. كرة القدم ليست اللعبة الأولى في استراليا، أيضا في تايلاند، أيضا في المنتخب الوحيد اللي ممكن نقول انه منتخب اليابان وايضا منتخب الامارات. منتخب تفوق على هالمنتخبين اللي تضخ الملايين الكثيره. في القادم ان شاء الله يكون اجمل واروع بحول الله. نفس التساؤل الملايين.